مباراة اليوم يعني ليش انا اقول مثلا المهني يتحمل جزء من هذا؟ انت تشوف فريقك ذا مو باحسن حالاتك يعني الحين، يعني اليوم شفنا شد عضلي وشفنا اللاعبين، يعني تحس انه في يعني هو كمدرب لازم يعرفه، يعرف الامور هذه، لان يعرف فريقه، قصدي مو يعرف الامور، يعرف فريقه ان اليوم مو باحسن افضل حالاتهم. يعني مثل ما قال ابو احمد، انت بتضغط من اول اللعب لاخر اللعب، على طول لازم يكون التوزيع ما كان صاحبه باللاعبين، لازم يتدخلوا. يعني بالحال يمكن لاعب فعلا يمكن جاي مندفع بيضغط، بس المدرب له دور هنا انه يتدخل ينظم الفريق مره ثانيه، يسوي يخلي تنظيم الدفاع. لما احنا نقول يعني لما نقول ان الفريق يرجع، انا ما اقصد انه، وانا يمكن ابو احمد عنده وجهه نظر، انا لما اقول حق الفريق انك دافع، مو دافع ارجع بالدفاع. انت تدري في كرة القدم الدفاع من وين يبتدي؟ دفاع يبتدي من الهجوم. الهجوم دفاع من اللي يبتدي من الهجوم، من هناك اذا دافعت صح، النص يدافع صح، الدفاع يدافع صح. فالمفروض التضامن يستغل هالنقطة هذه. يعني اليوم التضامن مو زين بشكل عام، فريق جيد وقاعد يلعب مباراة زين، بس اليوم تعامل مع المباراة ما كان جيد، تعامل المباراة واليوم ما كانوا بحالتهم الطبيعية.